من هو النبي الذي دفن بعد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولا يعرفه أغلب المسلمين؟ قبل ما ندخل الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك فضلا وليس أمرا لانتشار الفيديو وتعم الفائدة للجميع. الدال على الخير كفاعل. جزاكم الله كل خير. نبي من أنبياء الله دفن بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بسنوات، فهو النبي الوحيد الذي تم دفنه بعد خاتم المرسلين. كيف حدث هذا وسيدنا محمد هو خاتم المرسلين ولم ولن يأتي نبيا بعده أبدا؟ هذه إحدى أغرب القصص التي سنتعرف عليها اليوم. فهو نبي أغلبنا لا يعلم به ولا باسمه ولا بقصته ولا بقومه ولا حتى بدعوته. إنه نبي الله من بني إسرائيل والذي بشر بقدوم أعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قبل حتى أن يولد سيدنا محمد بأكثر من 1200 عام، وتنبأ بالمسيح ابن مريم قبل ميلاده ب600 عام، بل أنه تنبأ بنهاية العالم وكيف ستحدث. إنه النبي دانيال عليه السلام. فكيف دفن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبالرغم من أنه مات قبله ب1200 عام في بلاد فارس؟ تبدأ القصة حينما فتحت مدينة تستر الفارسية في سنة 17 هجرية بقيادة أبي موسى الأشعري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. منذ أن خلق آدم وحينما دخلوها وجدوا شيئا لا يتخيله عقل، شيئا أثار صدمتهم وذهولهم وخوفهم. في مقام قديم جدا قد مضى عليه مئات السنوات وجدوا رجلا ميتا نائما على سرير وكأنه قد مات للتو، حتى جسمانه لم يكن باردا أو متيبسا، بل أن الأمر كان جنونيا ومرعبا، فشكوا أنه على قيد الحياة. ولكن لم يكن هذا الشيء الأكثر غرابة، فأخربهم من الأهالي بأغرب شيء لم يصدقوا. فكان حينما يتأخر هطول المطر وتبدأ المحاصيل الزراعية تجف، فكان الأهالي يخرجون جثمانه للخارج ليستسقوا به فيهطل المطر بغزارة. هل هذه محض خرافة وأسطورة مضحكة؟ حينها قام الصحابة بإخراج جثمانه بالفعل، لتمر دقائق وسط ذهولهم وانبهارهم يسقط المطر فعلا. حينها أرسل أبو موسى الأشعري برقية للخليفة عمر يخبره فيها بما حدث، فرد عليهم عمر أن دانيال واحدا من أنبياء الله وأن أجساد الأنبياء لا تتحلل. فأمر أبو موسى بحفر 13 قبر في أماكن مختلفة في النهار، ثم دفنوه ليلا في واحد منها وأخفوا جميعهم حتى لا ينبش الناس قبره، فيستخرجوا جسده للاستسقاء به حتى يهطل المطر. النبي دانيال كان وسيما وكان لديه أنفا طويلا جدا، وستصدم حينما تعلم سبب حدوث هذا ولماذا لم يدفن النبي دانيال على مدار 12 قرن. فقد دعا النبي دانيال الله أن لا يدفن إلا على أيدي أمة محمد، فتحققت نبوءته بأغرب طريقة ممكنة. فسبحان الله تعالى مولد النبي دانيال ومعجزة الأسود. حينما كان يدفن أبو موسى النبي دانيال وجد في يداه خاتم عليه أسدان يعلقان رجلا ضخما. وحينما سأل عن سر النقش الغريب كانت القصة الأغرب. قبل ميلاد النبي دانيال ذهب المنجمون والعرافون للملك وقالوا له سيولد طفل في يوم محدد سوف يفسد عليك ملكك. ليقرر الملك أن يقتل كل طفل يولد في هذا اليوم تحديدا، فيولد دانيال مع عشرات الأطفال الآخرين. أسر جميع الأطفال المولودون في هذا اليوم ليتم قتلهم جميعا، حيث تم وضع كل طفل في قفص به أسدان، فأكلت الأسود الأطفال أحياء. وحينما ذهب الحراس ليروا ما حدث للطفل دانيال وجد الأسدان يعلقانه ويلعبان معه، بل أن الأسود حينما اقتربت الحراس منهم قامت الأسود بقتلهم لتأخذ أم النبي دانيال ابنها وتهرب به. النبي دانيال أسيرا وحاكما الملك، هو أحد أعظم ملوك الأرض، حيث غزا أكثر من نصف الكرة الأرضية. وفي يوم ما تم أسره من جيوش وتم الأمر بقتله بنفس الطريقة التي كان سيقتل بها هو طفلا، حيث كان يقومون بتجويع الأسود في حفرة ضخمة ثم يقوموا برمي الأسرى بها حتى يتسلى الجنود وهم يشاهدون الأسود تلتهم الأسرى.
بأبشع طريق. حينما تم ودع النبي دانيال قام الأسود بلعقه والتودد له وسط ذهول ورعب الجنود. حتى بعد مضي الأيام لم تحاول الأسود حتى مهاجمته. كان الأسود تدور ضوعا وعلى وشك الصباح حينما عاد الجنود مجددا وجدوا النبي دانيال وهو يأكل الطعام والأسود أمامها طعام من لحم خزلان. فالطعام قد أرسله الله تعالى لنبيه وللأسود الجائعة التي امتثلت لوحي عظيم من الله. فيخرج النبي دانيال من البئر هو والأسود وتمضي سنوات يصبح فيها أشهر الرجال الصالحين في بابل، بل أن نصبه حاكما على بابل كلها. فكان يخلق له بالأحداث ستتحقق في المستقبل. حينما تم فتح قبر سيدنا دانيال وجد المسلمون كتابا ذكرت فيه أحداث على مدار آلاف السنين ستتحقق في المستقبل، ومنها ظهور نبي الله عيسى وظهور خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله العظيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله مع فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.